أثابكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز مجامعة الزوجة من الدبر خوفا من حدوث الحمل؟ أعوذ بالله، هذا حرام كبير من كبائر الذنوب وملعون من فعله، فلا يجوز هذا. لكن الاستمتاع بها في غير الجماع لا بأس به، الاستمتاع بها في غير الجماع في الدبر أو في القبل هذا لا بأس به. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. أما الجماع في الدبر، الدبر لا ليس محلا للجماع، الدبر ليس محلا للجماع فلا يجوز، هذا مما حرم الله سبحانه وتعالى. فأتوهن من حيث أمركم الله، أتوهن من حيث أمركم الله. نعم.